يا صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده ومختلفه من صباح الخير يا مصر. الحقيقه ان معدلات التنميه اللي تشهدها المحافظات المختلفه، كل المحافظات كل شبر على ارض مصر بيشهد معدلات نمو مختلفه في كافه المجالات الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والامنيه، وايضا معدلات نمو صحيه. ده نتاج لمجموعة كبيرة من المشروعات والمبادرات اللي بتتعمل على أرض مصر. أهم حاجة في هذه المبادرات وهذه المشروعات هي الاهتمام بأولويات الناس، بأولويات سكان هذه المحافظات، وده لتحقيق العدالة والإنصاف في التنمية. جانب آخر مهم جدا في عملية التنمية أيضا هو تقليل أو إنهاء الاغتراب ما بين المحافظات والهجرة بين المحافظات حتى لا يحدث تكدس كما كان يحدث في السابق. احنا النهاردة موجودين مع حضراتكم في حلقة مختلفة من صباح الخير يا مصر من أرض محافظة الغربية، تحديدا دلوقتي احنا موجودين في ساحة مسجد سيدي أحمد البدوي. طبعا من المعروف أن مسجد سيدي أحمد البدوي من المساجد من أشهر المعالم الإسلامية الموجودة في محافظة الغربية وفي مدينة طنطا، بيقصدها السياح بالمناسبة من بره مصر كمان بيجوا يزوروا المسجد، بالإضافة طبعا إلى الناس بيجوا من مختلف المحافظات إلى المسجد. شاهد مجموعة كبيرة جدا من أعمال التطوير الحمد لله تم الانتهاء منها، سواء المسجد نفسه أو الساحة أو حتى المنطقة المحيطة، وده كان بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ما بين المحافظة وما بين الجهاز، لأنه طبعا معلم مهم جدا من المعالم الموجودة في محافظة الغربية. المنطقة المحيطة مشهورة بعدد كبير جدا من الصناعات المختلفة، هي الأخرى شهدت التطوير في ممشى سياحي، في تطوير كبير جدا حضراتكم هتتابعوه النهاردة إن شاء الله في حلقة صباح الخير يا مصر. من ضمن كمان المشروعات المهمة اللي حصلت في طنطا، بما اننا بقى موجودين في طنطا دلوقتي فهنتكلم عن المنطقة اللوجستية. لم يكن يتخيل حد ان في منطقة استثمارية باستثمار خارجي تكون موجودة في طنطا، ومش في طنطا في المدينة، ده في احدى قرى كمان محافظة الغربية او التابعة لمركز طنطا، وهي قرية سيبربي ما بين قرية وما بين عزبة، يعني الطريق كان طريق زراعي. في هناك منطقة لوجستية باستثمار خارجي مش من المحافظة، لكنه تم بالتنسيق مع المحافظة، ده انعكاساته كتيرة جدا. المنطقة اللوجستية طبعا للي ما يعرفهاش وهتكون معانا برضو هنتكلم عنها في الحلقة، فيها مجموعة كبيرة جدا من الأنشطة. أولا فيها نادي اجتماعي ورياضي لاستيعاب هذا العدد الكبير من الشباب والكثافة السكانية الموجودة في المحافظة، في العلامات التجارية المختلفة موجودة، وده بالمناسبة مش لخدمة أهالي طنطا أو محافظة الغربية فقط، لا كمان المحافظات المجاورة. يعني احنا لما نيجي نتكلم واحنا بنتكلم عن طفرة تنموية دلوقتي، هنلاقي ان في طريق اتعمل من طنطا لكفر الشيخ بيوصل فيه حوالي نص ساعة أو أقل من نص ساعة، اللي هو أنت لو موجود في القاهرة ممكن تاخد مشوار أكبر من كده بكتير. فالناس اللي كانوا موجودين في طنطا أو سكان محافظة الغربية لما كانوا بيحبوا يروحوا مولات مثلا أو كده، فكانوا بيخرجوا في القاهرة أو في اسكندرية، لكن ده بقى موجود. وزي ما قلت لحضراتكم ده مش لخدمة طنطا فقط أو لمحافظة الغربية، ده لخدمة المنطقة والمحافظات المجاورة. وليه انعكاسات كمان على حركة الاستثمار والتجارة الداخلية في المحافظة، لأنه أي مستثمر لما هيلاقي إن المحافظة بتقدم المساعدة وبتقدم يد العون للمستثمرين عشان يفتحوا مشروعات كبيرة زي دي ويشغلوا عدد كبير من شباب المحافظة، فبكل تأكيد هنلاقي عدد كبير من المستثمرين بيقبلوا على الاستثمار في هذه المحافظة. طبعا لأن محافظة الغربية ملهاش ظهير صحراوي، هي محافظة زراعية، فكان المشروع القومي المهم للغاية بتطوير عواصم المدن والمحافظات موجود هنا في مدينة طنطا، تحديدا في عمارات العجيزي. عمارة العجيزي اللي ما يعرفهاش هي عبارة عن 9 عمارات، العمارة أرضي و9 أدوار، معمولة طبعا كإسكان بديل لبعض الناس اللي كانت موجودة في أماكن العشوائية، وتحديدا لما هنيجي نتكلم أن أهالي منطقة دحضرة صبري كانت منطقة طبعا عشوائية وغير مخططة وغير أمنة، تم تخصيص جزء كبير من هذه العمارات لأهالي دحضرة صبري، بالإضافة طبعا إلى أنه إسكان لمحدودي الدخل. كورنيش طنطا بقى طبعا لا يخفى على احد المنطقه دي كانت عامله ازاي، وانا يمكن عشان من هنا محافظه الغربيه فعارف المنطقه دي من وانا صغير. زمان خالص ما كانش فيه سور. كورنيش طنطا ده بيطل على ايه؟ بيطل على حاجه اسمها زي ما بيقولوا عليه هنا بحر احافه او ترعه القاصد. فالمنطقه دي ما كانش ليها سور بالمناسبه، يعني كان الطريق كده وعلى طول الترعه، فطبعا كانت بتتسبب في مشاكل كتيره جدا، ناس كتيره جدا كانت بتغرق في المنطقه دي. مع مرور الزمن عملوا لها سور صغير كده، لكنه في النهايه برضو ما كانش بالشكل المناسب لمدينه طنطا. مع التطوير اللي حصل الاخير هنلاقي ان في كورنيش محترم لاهالي مدينه طنطا ان هم يخرجوا ويتمشوا عليه برصيف محترم، وتم تطوير الشارع، والاهم كمان ان المنطقه دي كان بيكون فيها بعض الازدحامات المروريه،
تم عمل المطبات العاكسه عشان ما حدش يقدر يمشي مخالف او كده، والمكان متنفس، تم عمل بقى تشجير واناره واستراحات للناس. وبالمناسبه تم عمل الكورنيش على حوالي 6 مراحل، لانه بيمتد من اول كوبري فاروق من وانت داخل طنطا بيدخل لحد منطقه الكوبري احافه يمين، بيدخل الاستاد شمال، المنطقه بتاعه الكورنيش ومنطقه المرشحه. فالحقيقي خد مجهود كبير جدا، لكن في النهايه احنا بنقول ان في متنفس حقيقي لاهل طنطا ان هم يخرجوا كمان ويتبسطوا. القطاع الصحي بقى بالنسبه لمحافظه الغربيه وتحديدا مدينه طنطا، لو هنتكلم عنها دلوقتي بما اننا موجودين في طنطا، فهنلاقي ان في عدد كبير من المستشفيات. لما نيجي نتكلم عن القطاع الصحي في طنطا، معروف انه موجود هنا مستشفى الجامعي، مستشفى المبره، مستشفى التامين الصحي، مستشفى المنشاوي. طيب بالكثافه السكانيه اللي موجوده دلوقتي في محافظه الغربيه، وزي ما قلنا ان محافظه الغربيه لها حدود مع محافظات كتيره جدا زي محافظه المنوفيه، محافظه البحيره، محافظه كفر الشيخ، محافظه الدقهليه، محافظه الايوبيه، فبالتالي كان لابد ومن الاهميه بمكان ان يكون في مستشفى كبير تليق باهل طنطا. فتم عمل مستشفى المنشاوي العام، هذه المستشفى الجديد طبعا، لانه مستشفى المنشاوي القديم احنا عارفين في شارع المنشاوي المتفرع من شارع البحر لا تحتمل هذه الكثافة الكبيرة اللي موجودة حتى في مدينة طنطا. فطبعا ده بالنسبة لأهل طنطا بيعتبر حلم، وحلم كبير جدا في انتظار تحقيقه. المستشفى على مساحة 12,000 متر، بالإضافة إلى أن في 1,000 متر في خلف المستشفى معمول كمخزن للأدوية، فيها طبعا كل الأقسام، وتم استحداث يعني كل التكنولوجيات المتبعة في المستشفيات الكبيرة في العالم. والأهم من ده كله إن هي مستشفى حكومي، عايزين نأكد على ده، دي مستشفى جامعي حكومي. وطبعا في مستشفى الحكومي أو الجامعي اللي هي المستشفى الفرنساوي. في كمان المعهد الأورام، وده بالمناسبة بقى حاجة غاية في الأهمية، لأنه إحنا عارفين بالمناسبة في طبعا من المعروف إن في طنطا مركز للأورام، لكن قدرته الاستيعابية تقريبا حوالي 137 سرير، فما برضو ما تقدرش تستوعب هذا العدد الكبير من الناس أو المرضى أو اللي بيجوا يعني حتى لاستقبال أهليهم كمان. فتم التخطيط لعمل معهد للأورام، بالمناسبة هيبقى مستشفى كبيرة جدا تقدر تستوعب كل الكثافة الموجودة، لأنه كان بديل المركز كانت الناس بتضطر أن هي تسافر للقاهرة، ومش المريض لوحده زي ما حضراتكم عارفين، مش المريض لوحده اللي بيسافر القاهرة، ده كمان أهله، فبيتحملوا مشقة وعناء في السفر وتكلفة. فكان من الأهمية أن يكون موجود هنا معهد كبير للأورام في كل التخصصات، في كل الأشعة المقطعية والأشعة العادية، ويقدر يعالج كل الفئات العمرية. أما بقى منطقة العربات المتنقلة، كنا دايما بنطالب لما بنلاقي في باعة جائلين في مكان او حد عايز يفتح مشروع، يا جماعه محتاجين نيسر التراخيص شويه ونقدم تسهيلات عشان يكون في دعم للشباب عشان يقدر يفتح مشروعات، عشان كل هذه التفاصيل. دلوقتي المحافظة وتحديدا هنا بقى في مدينة طنطا اختاروا مكان مهم جدا ومكان مناسب جدا لعمل السيارات المتنقلة. دي عبارة عن كونتينرات صغيرة كده بيقدم الشباب عشان يحصلوا على تراخيص بتتم بمنتهى السهولة واليسر. بالمناسبة المحافظة مخصصة مكتب جنب هذه العربات بالظبط عشان لإنهاء التراخيص، أو لو في أي حد عنده مشكلة في أي حاجة مش هيحتاج يروح مشوار للمحافظة مثلا أو يروح للحي أو كده، لا في جنبهم على طول المسؤول عن هذه العربات. تم اختيار المكان بعناية، المكان أولا بعيد عن المناطق الحيوية في داخل مدينة طنطا عشان ما يحصلش زحام، لأنه بالتأكيد أماكن زي دي لما يكون فيها عربات متنقلة فيها أكل ومشروبات وخلافه بيكون في إقبال من الناس سواء بالليل أو حتى بالنهار. تم اختيار مكان في آخر منطقة الاستاد، طبعا المنطقة دي برضو مهمة لأن ليها انعكاسات كتيرة جدا على حاجات كتيرة. أولا احنا بنقول ان دي فرص عمل الشباب، بنقول ان هي موجودة جنب مجمع الكليات اللي موجود في قرية اسمها قرية سيبر بي من البوابة الخلفية عند كلية هندسة، وفي نفس الوقت في منطقة زي ما قلت لحضراتكم متنفس اللي هو الكورنيش بتاع الاستاد اللي كنا بنتكلم عنه من شوية، فهو متنفس لأهل طنطا. فتم اختيار المنطقة بشكل يليق بمحافظة الغربية، يليق بأهالي طنطا، يليق بالتطوير كمان اللي بيتم خلال الفترة اللي فاتت، والأهم من ده انه بيتم بشكل قانوني. ده كان جزء صغير جدا من مجموعة من المشروعات اللي موجودة هنا في محافظة الغربية وتحديدا في مدينة طنطا. حلقتنا النهاردة هنكمل مع حضراتكم باقي المشروعات، مش اللي موجودة في مركز ومدينة طنطا فقط باعتبارها العاصمة، لا ده موجودة في كل المراكز. هنلف على مركز سمنود ومركز زفتة، وهنلف على مدينة الصنطة، وهنلف على كفر الزيات وعلى المحلة الكبرى، فهنرصد لحضراتكم كم المشروعات اللي تم سواء من خلال مبادرة حياة كريمة أو حتى المشروعات اللي بتتم على أرض المحافظة. بنصبح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم، حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.